بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. فخور وسعيد باللقاء بكم مجددا طلبة الأعزاء في وحدة التنظيم القضائي السداسي الرابع من الدورة الرابعية لهذا الموسم 2020-2021. مادة التنظيم القضائي كما تعلمون مادة مهمة لها أهميتها الكبرى في المجال القانوني بطبيعة الحال، في الولوج إلى القضاء وفي الضمانات المخولة للمتقاضين. وبعجالة، فالتنظيم القضائي كما يقال أعطيني تنظيم قضائي لبلد أقول لك مدى حقوق الإنسان المتوفرة في هذا البلد. إذن فقط أريد أن معكم الأستاذ كريم متاقي، أستاذ بكلية الحقوق بفاس، فخور بتواجدي معكم ومع زملاء الأساتذة أستاذ هشام عليوي، أستاذ أحمد الحميوي، وأستاذ عبد القادر قرموش. فقط أخبركم بأن هذه المادة الأفواج، جميع الأفواج الأساتذة موحدين يعني المحاضرات، ويعني ستكون يعني الامتحان موحد، وكذلك المحاضرات موحدة وموجهة لجميع الأفواج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعطي الكلمة لزميلي الأستاذ هشام. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. سعيد بتواجدي رفقة زملائي الأساتذة الأعزاء، الفريق البيداغوجي المكلف بتدريس وحدة التنظيم القضائي للموسم الجامعي 2020-2021، أستاذ عبد القادر قرموش، والأستاذ كريم متقي، وعبد ربي هشام عليوي، والأستاذ العزيز السي أحمد الحميوي. إذن كما تفضل أستاذ كريم متقي، فالمحاضرات المخصصة للسداسية الرابعة وحدة التنظيم القضائي لهذا الموسم ستكون موحدة لجميع الأفواج، والمحاور التي سيتم تدريسها لكم ستكون ملزمة لجميع الأفواج بشكل موحد، على أساس أن إن شاء الله التقييم أو الامتحان سيكون كذلك موحدا. بخصوص طريقة العمل، سوف تكون على شكل محاضرات صوتية ومحاضرات مكتوبة. إذن سوف تجدون في قاعدة البلاتفورم مودل، سوف تجدون محاضرات صوتية ومحاضرات مكتوبة مخصصة للمحاور المتعلقة بمادة التنظيم القضائي. أعيد التأكيد أن هذه المحاضرات موحدة لجميع الأفواج. وأعطي الكلمة للأستاذ حميوي ليتدخل بدوره. السلام عليكم أعزائي الطلبة، عزيزاتي الطالبات، أتمنى لكم دورة موفقة. مادة التنظيم القضائي هي مادة مهمة يحتاجها الطالب في المباريات، خصوصا المباريات التي تنظمها وزارة العدل. إذن كما ذكر ذلك الأساتذة، إذن المحاور هي موحدة، وسيتكلف الأستاذ السي عبد القادر قرموش يعني بإعطاء نظرة عن هذه المحاور. أترك له المجال وأتمنى لكم التوفيق. شكرا أستاذي الفاضل، أساتذة الكرماء. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي الطلبة. كانطباع عاطفي أولي أتمنى لكم التوفيق والنجاح في مساركم العلمي الجامعي، وأغتنم هذه الجلسة التعارفية التواصلية معكم من أجل الكشف عن طريقة التدريس خلال هذه الدورة الرابعية، والتي ستعتمد كغرار الدورة الخريفية التعليم عن بعد.
لذلك كان لزاما أن نضع خطة العمل التي ستجمع نوائيكم في هذه المادة الأساسية المهمة والتي لا تحتاج إلى ما يكشف لها أهميتها. طبيعة الحال ضمن جميع مواد القانون الخاص داخل يعني شعبات القانون الخاص أو داخل التكوين داخل هذه الجامعة. إذن طريقة التدريس عن بعد سوف تعتمد مجموعة من الأساليب، فبالإضافة إلى عدد مهم من المحاضرات الصوتية التي تم إعدادها بمشاركة جميع أساتذة الوحدة خلال السنة الماضية، والتي كان لي الشرف في تقديمها سواء عبر الإذاعة الجهوية بفاس أو تم وضعها داخل منصة الكلية مودل. قلت سوف يتم أيضا اعتماد ملخص مكتوب أو محاضرات مكتوبة لهذه المحاضرات الصوتية، والتي سوف يتم بطبيعة الحال وضعها تباعا حسب تسلسل الحصص ضمن منصة الكلية بالنسبة لجميع الأفواج. فبالإضافة إلى هذه المحاضرات المسجلة صوتيا والمحاضرات يعني المكتوبة، سوف يتم التواصل والتفاعل معكم بطبيعة الحال عبر تقنية التواصل المعتمدة من خلال فتح النقاش وتعميق النقاش بخصوص كل إشكاليات وكل ملاحظات التي تهم المادة، والتي سوف يتولى الفريق البيداغوجي أيضا يعني بالتنسيق معكم وتنشيط هذه الجلسات التواصلية. إذن هذه فيما يتعلق بطريقة التدريس عن بعد بخصوص هذه المادة. هذه المادة طبيعة الحال هي محاورها عريضة طويلة، ولكننا سوف نعتمد على أهم المحاور الكبرى التي نراها ضرورية لتلقينها لطلبة السداسية الرابع، وتتعلق هذه المحاور أساسا بمحور أول سوف نعرج فيه على أهم المحطات الكبرى التي قطعها مشروع إصلاح التنظيم القضائي للمملكة، ثم سوف نعرج في محور ثاني على أهم المبادئ القانونية التي تحكم هذا التنظيم القضائي، ثم بعد ذلك سوف ننتقل إن شاء الله تعالى إلى تفكيك محور نعتبره أساسي وجوهري بالنسبة لمادة التنظيم القضائي، ويتعلق الأمر بتأليف وتنظيم واختصاص المحاكم إن على مستوى محاكم أول درجة بمختلف أنواعها، المحاكم الابتدائية العامة ذات الولاية العامة أو المحاكم الابتدائية المتخصصة الإدارية والتجارية، ثم على مستوى محاكم ثاني درجة وأخص بالذكر ويتعلق الأمر طبيعة الحال بمحاكم الاستئناف، أيضا من خلال الوقوف على التأليف والتنظيم والاختصاص في هذه المحاكم إن على مستوى المحاكم الاستئناف العادية أو المحاكم الاستئناف المتخصصة الإدارية والتجارية، ثم في محور آخر سوف نقف أيضا على التأليف والتنظيم والاختصاص في محكمة النقد، لنختم محاور هذه المادة بمحور أخير ورابع وأساسي ويتعلق الأمر بتفتيش المحاكم ومراقبتها. إذن هذه كانت نبذة مختصرة عن كيفية تدريس هذه المادة عن بعد
من خلال مرافقتنا مرافقة الفريق البيداغوجي لكم خلال هذه السنة، ثم أهم المحاور التي سوف يتم التطرق إليها. ومرة أخرى أشكر يعني الفريق البيداغوجي على المجهودات الكبيرة التي بذلوها في سبيل إعداد مضمون هذه المادة، إن على مستوى طبيعة الحال المحاضرات الصوتية أو المحاضرات طبيعة الحال المكتوبة. ومرة أخرى أتمنى لكم التوفيق والنجاح في مساركم العلمي والعملي إن شاء الله مستقبلا. السلام عليكم.